في السلايد دوت هنتكلم عن السؤال الاول، وهو هنشرح اللايف سايكل للهوسبيتال والميديكال ديفايس. بالنسبه للميديكال ديفايس بيعدي بثلاث مراحل: الديزايننج، بعد كده الفاكتوري، بعد كده السيلز. الهوسبيتال بيحصل لها ديزايننج الاول، بعد كده انا بعمل لها كونستراكشن. الاثنين بيحصل لهم او ان ام، اللي هي الاوبريشن اند مينتيننس. هنشرح السلايد اللي جايه اكتر على كل مرحله فيهم. بالنسبه للميديكال ديفايس، في الصيد دي هنتكلم على الديزايننج. في الميديكال ديفايس بيبقى مسؤوليه البايوميديكال انجينير ان هو بيعمل كرييشن للديزاين بتاع الميديكال ديفايس اللي هو بيعمله. بعد كده الفاكتوري، عمليه التصنيع دي بتبقى ليها شويه ستاندرز وفي ريجوليترز لازم تبقى محطوطه، تبقى ضامنه السيفتي وضامنه البرفورمانس والكواليتي بتاعه الديفايس. المنظمات اللي بتبقى مخصصة لحاجة زي كده زي ال FDA، منظمة الغذاء والدواء، وال IEC. وبعد كده مرحلة السيلز دي، الميديكال ديفايس بيبقى مفروض يتباع المستشفيات او يتباع من الشركات للمستشفيات عشان تستخدم. وحاجة زي كده بيبقى البايوميديكال انجينير هو المتخصص ان هو يعرف يقرا داتا شيت ويعرف يحط داتا شيت اللي يعرف يبيع بيها اي ميديكال ديفايس. هنا بالنسبة للسلايد دي هنتكلم عن اللايف سايكل بتاعة الهوسبيتال. أول حاجة مرحلة الديزاين. هنا البايوميديكال انجينير أو الكلينيكال انجينير بيشارك معاه المدني والمعماري في التصميم، والكلينيكال انجينير بيبقى عليه مهمة ان هو يحط الستاندرز للتصميم ويتأكد ان الكهرباء وعدد الغرف والمساحات وتقسيم المستشفيات والتهوية والحاجات دي كلها سليمة، وبيشرف عليها ويقارنها بالستاندرز والمواصفات اللي نازله من المنظمات. تاني مرحله اللي هي الكونستراكشن، اللي هي عمليه البناء نفسها. وهنا دور كلينيكال انجينير بيظهر في مرحله الانستليشن واختيار اماكن الاجهزه وتثبيت الاجهزه في الاماكن المظبوطه. بارت 3 اللي هو الاو ان ام، اللي هو الحاجه الكومن بارت ما بين الهوسبيتال لايف سايكل والميديكال ديفايس لايف سايكل. دي بتحصل بعد ما الميديكال ديفايس يتثبت في مستشفى، بيحصل اوبريشن ومينتنس للجهاز، وده الدور الاساسي للبايوميديكال انجينير. الهيلث كير ديليفري سيستم ليه ستاك هولدرز. اول ستاك هولدر معانا هو هيلث انشورنس اورجانيزيشنز، تاني حاجه ميديكال ستاف، ومن اكزامبلز عليها دكتورز والنيرسز والباراميديك وكلينيكال انجينيرز. تالت حاجة certification organizations، ودول بيكونوا مسؤولين ان هم يدوا certifications للميديكال ستاف، من examples عليها ANCC، ودول بيكونوا مسؤولين ان هم يدوا certifications للنيرسز. تاني حاجة NPPAS، ودول بيكونوا مسؤولين ان هم يدوا certifications للسيرجنز والفيزيكنز، وده اختصار ل National Board of Physicians and Surgeons. رابع ستاك هولدر معانا هو البيشنت. خامس ستاك هولدر هو الميديكال ديفايس مانيفاكتشرز. سادس حاجه هو ريجولاتوري ايجنتس، ودول مسؤولين ان هم بيتاكدوا ان الميديكال ديفايس اللي موجود في الماركت بيساتسفاي ريكويرمنتس معينه بخصوص السيفتي والافكتيفنس. الاكزامبلز عليها FDA وCE. سابع حاجه هي الهيلث كير بروفايدرز، ودي هنتكلم عنها باستفاضه السلايد الجايه، وبس من الاكزامبلز عليها هوسبيتال وكلينيك. تامن حاجة معانا accreditation organizations، ودول بيكونوا مسؤولين ان هم يعملوا check على ال performance بتاع ال hospital ويتأكدوا انه بي satisfy standards و requirements معينة. من examples عليها هي TJC، the joint commission. اخر حاجة معانا هي standards organizations، ودول بيحطوا ال standards اللي على اساسها ال regulatory وال accreditation، بيعملوا evaluation لل organization agency سواء بال healthcare providers أو لل medical devices. ومن examples عليها NFDA، ده بالنسبة لل hospital، و تاني example NEMA، وده بالنسبة لل medical devices. ال healthcare providers أول حاجة معانا فيها هي palliative care، ودي بيقدم فيها specialized medical care للأشخاص اللي عندهم serious و chronic edemas زي الزهايمر والكيدني فيلر والكانسر والكرونيك ابستراكتيف بالماري ديزيزز. هنا بحاول ان انا احسن جودة الحياة بتاعة البيشنت والفاميلي. تاني حاجة
هي الجرياتريك كير، ودي بقدم فيها للإلدر بيبول، بقدم لهم ميديكال كير وسيولوجيكال وسوشيال نيدز. تالت حاجة هي اللونج تيرم كير هوسبيتال، ودي بيكون فيها الافريج ان بيشنت لينث اوف ستاي بيكون اكتر من 29 يوم. رابع حاجة هي الاكيوت كير، ودي بروفايدد اوفر ا شورت بيريود اوف تايم علشان اعالج سيريوس انجري او فولوينج سيرجري. الكير ده ممكن يكون بروفايدد بان بيشنت سيتنج زي هوسبيتال او للبيشنت بيزس زي الارجنت كير سنتر. اخر حاجه معانا هي الامبيولاتوري كير، بتتم في اول بيشنت بيزس بس وبتشمل الدايجنوزز والاوبزرفيشنز والتريتمنت. اكزامبل عليها اوت بيشنت سيرجري، ودي بيكون المريض بيرجع بيته في نفس يوم العمليه وبيطلق عليها امبيولات سيرجري. question 3 بيتكلم عن الـ hospital department أو القسم هو الـ administration، وده من أهم أقسام المستشفى. ويجب أن يكون مدير المستشفى على دراية جيدة بالطرق العلمية هو وفريق عمله، وبذلك لتقديم خدمات جيدة للمستشفى ومعرفة الإدارة والموارد البشرية والمادية والمالية وإدارتها بطريقة فعالة. بعد كده قسم الـ ambulatory care أو الرعاية الإسعافية، وفي ده بيتقدم في العيادات الخارجية ومنها المراقبة والاستشارة والعلاج والتدخل وخدمات، وبيحصل فيها إعادة التأهيل. وقسم مراكز الحروق، ودوت القسم اللي بيهتم بالحروق والمشاكل اللي بتبقى متعلقة بالحرق وكده. وطبعا الحرق بيتوقف على 3 حاجات: سن الضحية ومساحة السطح والمكان، مكان الحرق بيبقى فين بالظبط. وبعد كده قسم التعقيم، والقسم دوت المختص طبعا بتعقيم الأدوات والأجهزة وما شابه ذلك يعني. وده بينقسم إلى 3 أقسام: قسم تعقيم والتخزين، وفي قسم للتوزيع، وفي قسم للتطهير. بعد كده قسم الكورونري كير يونت، وهو المهتم بدراسة القلب والشريان التاجي، وينقسم لقسمين: القسم الأول هو رعاية الشريان التاجي الحاد، والقسم الثاني رعاية الشريان التاجي تحت الحاد. بعد كده Emergency Department أو قسم الطوارئ، وده طبعا موجود في أي مستشفى، وكان أول قسم يتفتح في المستشفيات كان سنة 1911 في الولايات المتحدة، كان في مستشفى لويس فاين. بعد كده قسم العناية المركزية للمسنين، وده طبعا بسبب وجود كبار سن في معظم الدول، وده طبعا لا يقل أهمية عن باقي الأقسام. وقسم العناية المركزية، وده طبعا بيحتوي على المعدات والأنظمة. قسم السجلات الطبية، وده بيعمل على تخطيط والتواصل بين المرضى ومنظمي الرعاية. ووحدة العناية المركزية لحديث الولادة، وده طبعا لوجود مشاكل لحديث الولادة ومنها توقف التنفس وبطء القلب وخلل في الرئة ومشاكل في الرأس. غرفة العمليات، ودي دايما بتبقى مزودة بأحدث الأجهزة وفيها كل الأشياء اللازمة لإجراء العملية، ونوع منها آخر اسمه أنكر روم، وده بيبقى نفس فكرتها برضو بس بشكل برايفت. الصيدلية، وهو قسم بيهتم بإعداد الأدوية للمرضى الداخليين وتخزينها وتوزيعها. قسم العلاج البدني أو المعروف بالعلاج الطبيعي، وده بيهتم بعلاج العظام واستعادة صحة البدن. قسم الرعاية بعد التخدير، وده بيهتم برعاية المرضى الذين يتعافون من التخدير العام أو التخدير الموضعي. الأمراض النفسية، وده قسم بيهتم بعلاج الاضطرابات النفسية. قسم الأشعة، هو بيهتم بدراسة التصوير وتشخيص العلاج بعد الأمراض. وقسم الأسنان، وده بيهتم بدراسة الأسنان والفم واللثة. قسم الكلى، وفيه يتم غسيل الكلى للمرضى الذين يعانون من فشل كلوي.
قسم الرمد هو بيهتم بدراسة العين وتشخيصها وعلاج أمراضها. السؤال الخامس true and false. أول سؤال بيقول medical equipment design is a possible role of the clinical engineer. الإجابة false، لأن ديت وظيفة ال biomedical engineer، لكن ال clinical engineer متخصص في ال operation and maintenance لل medical equipment. السؤال اللي بعديه ال medical equipment planning takes place in the hospital construction life cycle. الإجابة غلط، وده لأن البلانينج بيكون في الديزاين فيس مش في الكونستراكشن فيس. السؤال الثالث calibration of medical equipment is part of the operation and maintenance phase of a hospital. الإجابة true، وده لأن خلال الأوبريشن فيس خلال الأوبريشن فيس للهوسبيتال لازم يتعمل الأجهزة صيانة ومعايرة أو يتصلح لو حصل في أي فيلير. الرقم دي بيقول hospital performance بتاخد accreditation من منظمات زي ال FDA والميديكال ديفايسز، مصنعين الميديكال ديفايسز بياخدوا ال approved by regulatory organizations زي ال joint commission. الإجابة غلط، إنه هو الحقيقة العكس، الميديكال ديفايسز هي اللي بتاخد موافقة من الميديكال ديفايسز مانيفاكتشرز، هما اللي بياخدوا موافقة من الأورجنايزيشنز زي الـ FDA، والبرفورمانس بتاع المستشفى هو اللي بيتصدق وتعمل له أكريديتيشن من منظمات زي الـ Joint Commission. سؤال رقم E بيقول إن facilities ديت considered primary care. الإجابة false، ال facilities ديت considered secondary care. ال primary care هي زي العيادات اللي بتبقى في الجامعات أو المدارس، أما ال district hospitals و general hospitals دول بيعتبروا secondary care. هنتكلم في سؤال رقم 6 عن الهيلث كير ديليفري سيستم ان ايجيبت او الريفيرال سيستم ان ايجيبت اللي هو نظام الاحاله. بيتكون اول حاجه من البرايمري كير او بتسمى باسم الفاميلي هيلث كير هوسبيتالز، دول بيبقى عددهم حوالي 5000 وحده في مصر. تخدم المناطق الصغيره زي القرى، بيبقى فيها اقل مستوى رعايه، بتبقى صغيره في الحجم لكن اعدادها كبير وتكلفه العلاج فيها اقل تكلفه. المستشفى والوحده بشكل عام او الاجهزه فيها بشكل خاص ما بتبقاش معقده وما بتحتاجش ريفيرال ليتر من المريض اللي هو خطاب احاله، فبتسمى باسم السيلف ريفيرال. بتعالج الامراض البسيطه زي امراض الصداع وامراض البرد وامراض السخنيه. بعد كده المريض لو ما قدرش يتعالج فيها بياخد ريفيرال ليتر ويروح للسكندري او تيرشري هيلث كير هوسبيتالز، دول بيبقى عددهم حوالي 400 وحده في مصر. اول حاجه فيهم السكندري كير او بتسمى باسم ميونسيبال او جنرال او ديستريكت هوسبيتالز، دي بتبقى في مناطق اكثر شيوعيه زي المدن او الاحياء الاكبر، بتحتاج ريفيرال ليتر من المريض عشان شركات التامين تقدر تامن عليه. بعد كده لو المريض ما قدرش يتعالج في السكندري هيلث كير هوسبيتالز بيروح للتيرشري هيلث كير هوسبيتالز، دي بتحتاج برضه ريفيرال ليتر من المريض. التيرشري هيلث كير هوسبيتالز بتحتاج اجهزه اكثر تعقيدا واكثر تخصصا واجهزه تصوير واشعه اكثر تخصصا زي السي تي والام ار اي والاكس راي، وبتتعامل مع عمليات جراحيه اكثر تعقيدا زي عمليات جراحه الاعصاب وعمليات جراحه القلب وعمليات زراعه الاعضاء وعمليات التجميل. بعد كده اخر مستوى هو كوتنشال كير، بيبقى فيه يونيفرسيتي هوسبيتال، اليونيفرسيتي هوسبيتالز والسبيشاليزد سنترز، دول بيبقى عددهم حوالي 80 وحده زي المستشفيات الجامعيه والمراكز المتخصصه في الامراض زي امراض الكانسر وامراض الكبد ومراكز متخصصه في علاج الحروق ومراكز متخصصه في علاج الاورام، دي بيبقى فيها اعلى مستوى تكنولوجيا واعلى مستوى اجهزه وبالتالي اعلى مستوى رعايه. ده شكل هرمي بيبين الريفيرال سيستم ان ايجيبت زي ما اتكلمنا عنه. بيبقى تحت خالص برايمري كير اللي هي اول حاجه بيبقى فيها اكتر عدد مستشفيات واكتر عدد وحدات لكن بتعالج ابسط امراض. بعد كده بنطلع للمستوى الاعلى اللي هو السكندري كير، لو المريض برضه ما قدرش يتعالج فيها بيطلع المستوى الاعلى اللي هو التيرشري كير، دي اللي بيبقى فيها
مستوى رعاية أعلى وبتعالج مستوى أمراض أكثر تعقيدا. آخر حاجة خالص الكوتنشري كير، دي اللي بتعالج أمراض متخصصة وبيبقى مستوى رعاية فيها أعلى مستوى رعاية. ودي صورة هنا بتبين نسبة كل جزء فيهم في مصر. السؤال السابع هو عبارة عن مجموعة من البلوكس، عبارة عن فيجر فيها مجموعة من البلوكس. البلوكس دي بتتكلم عن ايه، او الفيجر عامة دي بتاعت بتشير لايه؟ الفيجر دي the figure shows a detailed block diagram of planning, design and construction of medical device. يبقى الفيجر دي بتوصف لي ايه عامة؟ بتوصف لي ثلاث حاجات، البلاننج والديزاين والكونستراكشن اوف ميديكال ديفايس. الفيجر اللي شفناها في السلايد اللي فاتت او البروسيس عامه اللي بتتكون عن من البلوكس اللي شفناها في الفيجر بتحتوي او بتقسم لاربع مراحل رئيسيه. اول مرحله عندنا اللي بتكون فيها البلوكس من 1 لـ 3، ودي المرحله اللي ببدا احدد فيها ان هي ايه هي افضل المعدات الطبيه المناسبه اللي بتحتاجها المستشفى وايه المعايير اللي انا همشي عليها. تاني مرحله بتكون فيها البلوكس من 4 لـ 8، وهي المرحله اللي ببدا ادخل فيها بقى خلاص للديزاين. ببدا اشوف هعمل كام غرفه، هبدأ احط الاجهزه فين، وهشوف هصرف في الفل... هبدأ اشوف هصرف فلوس قد ايه وميزانيتي هتكون قد ايه، وازاي هبدأ ادير الاجهزه دي. بعدين ببدأ اخش على ثالث مرحله عندي اللي بتبدأ فيها البلوكس بنكون من 9 ل 15. انا هنا خلاص دخلت في مرحله الكونستراكشن، كل حاجه عندي بقت على ارض الواقع. بدأ اشوف بقى الميزانيه بتاعتي اللي انا كنت حاططها هل كفت ولا لا، هل الميزانيه اللي انا حاططها دي طب لو ما كفتش ايه البدائل اللي انا كنت حاططها مكان الحاجه اللي عندي. طبعا التالت مرحلة عندي برضه هي تعتبر المرحلة اللي بيتم فيها السيلز بروسس. وبعد تالت مرحلة ببدأ أخش على آخر مرحلة عندنا وهي رابع مرحلة، واللي بتكون فيها البلوكس من 16 ل 18، وهي العملية اللي بتكون فيها الأوبريشن والمينتنس، هي خلاص عملية التشغيل. بعد أنا خلاص ما صممت وخططت وبدأت أحقق كل مخططاتي اللي أنا عايزها على أرض الواقع، خلاص أنا بالتالي بوصل لآخر خطوة وهي إني أبدأ أشغل الأجهزة في المستشفى. ودي تعتبر هي الاربع مراحل الرئيسيه عندي لوصف الفجر اللي قدامي او البلوكس عندي للبلاننج والديزاين والكونستراكشن اوف ميديكال ديفايس. في السلايد دي بنبدا نشوف ان احنا عندنا شويه فيجرز اللي كانت موجوده في الليكتشر، وبنبدا نعمل ما بينهم ما بين الفيجر اللي احنا شرحناها في السلايدز اللي فاتت اللي هي تبع الاساينمنت مقارنه ما بين الاثنين. والسلايد اللي جاية هتوضح أكتر في الكتابة بالتفاصيل كل بلوكس وإيه علاقتها بكل فكرة موجودة.